تعالوا نعرف آراء المتخصصين مشاهدينا الكرام من خلال انضمام دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور وليد. صباح الخير يا دكتور. استاذ رمياء صباحكم يا رب دايما جميل وصباحكم اكثر. يا رب دايما يا دكتور، نشكر حضرتك. خلينا، مش عارف لو حضرتك سمعت آراء المواطنين وهذه العينة من المواطنين، اللي كان جميل في الموضوع ان هم عندهم إدراك ووعي كامل بحجم هذه المشكلة والتحديات اللي ممكن تمثلها. عشان كده عايز أسأل حضرتك على نقطة ذكرتها حتى واحدة من السيدات الفاضلات، أتصور ان هي أم وبالتالي مدركة حجم هذه التحديات، لما قالت ان الموضوع ممكن يأثر بشكل جامد على نفسية الأطفال وصحتهم العقلية. كان بتتحدث تحديدا عن فكرة الفيديوهات اللي هي القصيرة اللي كل واحد فيهم لا يتعدى 30 ثانية، وان هو الشخص بيتعود ان هو خلاص يمشي فيديو ورا التاني ورا التالت، لا بقى عنده قدرة على التركيز في حاجة ولا صبر ولا امكانية على متابعة حاجة لاخرها. لو حضرتك توضح لنا المساوئ المختلفة في هذه النقاط. انا حدا زي ما حضرتك قلت ببعض المقاطع السريعة اللي هي لا تتجاوز 90 ثانية على الفيسبوك او التيك توك او الانستا، ودي بالفعل بيها اثار على الصحة العقلية. بتخلي الطفل وهو مدمن بمشاهدتها دايما يبقى العقل شارد، يعني أنا بعتبرها ثقب أسود في العقل، بيشتت الانتباه، بيبث السعادة الوهمية، السعادة المجانية، ودايما الحاجة المجانية بتبقى رخيصة، بيبقى ليها أضرار. علشان كده هو معظم الأطفال دلوقتي مصابين بمتلازمة اسمها متلازمة العقل غير السعيد. يعني إيه عقل غير سعيد؟ هو قاعد بيتفرج على السفر وعلى السباحة وعلى الآثار وعلى المعالم، ولو هم بنات بيتفرجوا على مكياجات، انما على ارض الواقع مش ماسكين ده، وبالتالي مش سعداء بالرغم ان الاسره بتوفر لهم كل حاجه، الا ان السياحه العقليه في المقاطع السريعه دي بتخليهم مصابين بمتلازمه العقل غير السعيد. بلس ان هي بتعمل تصحيح عقلي. يعني ايه تصحيح عقلي؟ دايما الخبره الملموسه والحسيه بتسيب اثر في الوجدان وبتدي طراء للشخصيه وبتساعد الإنسان على التفكير المنطقي. طب في أمر خطير يا دكتور، هل فعلا الاستمرار في مشاهدة النوع ده من الفيديوهات، وسواء بقى صغيرة أو كبيرة، الألوان المبهرة اللي بتبقى في الفيديوهات بتخلي الولد أو البنت مش عايزين يشوفوا الواقع، هم عايزين يشوفوا الألوان المبهرة دي، عايزين يشوفوا النور اللي طالع من الموبايل ده؟ أنا فاهمة ده كويس، لكن هل ده ممكن يوصلهم فعلا للأوتازم؟ هو طبعا يوصل للتوحد، يعني دي بتبقى في سن مبكر شويه، يعني التوحد ده بيبقى فيه قصور في بعض المهارات النمائيه، التآزر الحس حركي، التآزر البصري، بعض المشاكل الحركيه، فدي بتبقى اضطرابات نمائيه بيعززها متلازمه الشاشات الالكترونيه، او ان يبقى قاعد ما فيش كوميونيكيشن سكيلز او تواصل اجتماعي مع الاخرين، ما فيش حد بيكلمه، ما فيش حد بيدفيه، بيطبطب عليه وبيقرب منه وبيديله النفس والحنيه. مش بس كده يا دكتور، هي فكره ان الالوان والحركه السريعه قدامه على الشاشه رايحه جايه رايحه جايه، ده مبهره بالنسبه له، لكن في الواقع هو قاعد مثلا في بيت عادي، الناس بتتحرك عادي، بيتكلموا عادي، فده بالنسبه له مش ابهار، فهو اعتاد الابهار اللي بيشوفه طالع من الموبايل، فبقى كمان صعب علينا قوي، وما بنبقاش عارفين ازاي نسحب الموبايل من ايده واحده واحده، نبهره بحاجه تانية. يعني وده اللي احنا بنقوله اللي هو متلازمه العقل غير السعيد. وكمان في علماء نفس قالوا ايه؟ قالوا احنا عندنا عقل القرد، في حاجه اسمها عقل القرد، القرده دايما بتلاقيهم بينطوا من شجره للثانيه للبحث عن الثمره او عن الموزه اللي بياكلها. كذلك احنا تنقلنا السريع في المقاطع الريل خلى عقل الانسان انحرف عن اداءه الفطري اللي هو الطبيعي اللي فيه فكر منظم ممنهج، مقدمات تؤدي الى نتائج. بقى زي ما حضرتك قلت في اغراق حسي بالالوان وبالابهار وبالتشوق والاثاره، كل دوت عمل خواء روحي. يعني الانسان ما بقاش يروح، او الطفل ما بقاش يروح للناحيه الروحيه، انه يسمع اغنيه جميله، انه يستمتع بالموسيقى، انه يتذوق بيت شعر، انه يسمع النصيحه من الوالدين او حدوته اللي كانت بتتقال زمان. كل ده اتعمل ليه؟ لان زي ما حضرتك قلت الاغراق البصري من خلال الالوان اللي هي بتدي بهجه للاولاد وبتدي سعاده مزيفه، فبالتالي بتخليهم يروحوا عن السلوك الفطري والسلوك الانساني القويم اللي بيخليه ليه ملامح وليه هويه وليه شكل وليه مضمون، للدرجه ان في دراسات قالت مشاهده المقاطع دي بقت تؤثر على التمييز بين الصواب والخطا. يعني الطفل ما بقاش عارف على ارض الواقع ايه الصح وايه الغلط. دي طبعا مشكله كبيره جدا. علشان كده احنا بنقول ايه؟ دايما العقل المتجول عقل غير سعيد، اللي هو بينتقل من حاجه لحاجه لحاجه،
لان احنا حتى بعض الاطباء بيقولوا ده بيدي جرعات رخيصه من الدوبامين او اللي هو هرمون السعاده، جرعات رخيصه، ودايما الحاجه الرخيصه هي حاجه فاصله. ودايما النت احنا بنقول ادمانه في المقاطع الريلز تحديدا زي ما الاستاذ باسم قال في المقدمه هو القاتل الصامت. تمام، يعني الحقيقة حضرتك مشكورا، وضحت الكثير من الأمور يا دكتور وليد. ولازم يعني لو هسأل حضرتك بس سريعا جدا إذا سمحت عن البعض بيعتبر أنه لو أنا بخلي أولادي بوديهم يلعبوا رياضة، لكن في نفس الوقت لما بيرجعوا أو بعد ما بيخلصوا الفترة الخاصة بالرياضة بيبتدوا أن هم يبقوا على طول ماسكين الموبايل وبيعملوا أو بيشوفوا كل هذه الأمور اللي حضرتك بتتحدث عنها، هل الضرر برضو ممكن يوصل لهم في هذه الحالة؟ بيتصور بعض الأهالي أن هو خلاص طالما بيلعبوا رياضة أنا كده يعني محصنهم بشكل أو بآخر من المشاكل اللي ممكن تجيلهم، هل برضو ممكن يبقى فيه تأثير عقلي ونفسي عليهم سلبي؟ بكل تأكيد، طالما دخل في الإدكت أو في الإدمان وبقى فيه استغراق في العالم الافتراضي ليه نفس الأثار السلبية حتى لو أنت بتلعبه رياضة. هي المشكلة في تمام. مشكلة في المساحة، هل أنا مساحة الرياضة والسلوك الأنسنة وممارسة النشاط والكلام معاه والأكل والشرب والخروج والقعدة اعلى من معدل استخدامه للانترنت؟ ده نمره واحد. نمره اثنين المحتوى، هل المحتوى اللي بيقدم لابننا هو قاتل صامت ولا محتوى بناء وهادف؟ ده المعيار ان هو ياثر عليه بصوره ايجابيه ولا صوره سلبيه. تمام، وبالتالي ما فيش اي بديل عن متابعه الاهل في هذه الحاله لان هم الوحيدين اللي يقدروا يحددوا هذا الامر، وكمان يكونوا اصدقاء لاولادهم علشان حتى يقدروا ان هم يقوهم من اي اضرار ممكن تيجي من خلال المحتويات المختلفه والافكار اللي بيتم زرعتها ايضا من خلال هذه المحتويات. كل شكر لحضرتك الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه على وجودك معنا عبر الهاتف.